الدنيا تلزينا غير كسات علينا ظروف وبلاد ملهوف اتبعنا وتشرينا والقلوب كي طعمها ما عاد تشوف وبلاد ملهوف يا دنيا يزينا حنن القلب علينا وروف كان تعمل معروف يزي ما قاسينا غير نشوفوا الايام الزينه خبينا الدمعه في تبسيمه وكلنا غدوه يجينا نهار جديد كلنا غدوه عيد وتفرح اللميمه وغدوه مستقبلنا مش بعيد وما تتمثل ليد والفقر مش جريمه حكمتوا علينا من بعيد رميتونا ورا الحديد والدمع في عينينا ياما وياما الليالي في الظلمه بكينا يا دنيا يزينا يزي مقاسينا يا دنيا تلزينا ما يتلام علينا ربي الحاكم فيك وفينا يا ما بالروج غمشينا ولد المرا غالب ومغلوب مش دمعة في جيوب تكرهنا تحبينا يا ما ثابت فينا كلوب وذوبنا كلوب والحاضر ماضينا والمستقبل ما يخبي العيوب غير يا بنات متوب وما يتلام علينا ربي وحده هو الحاكم فيك وفينا يا دنيا تلزينا والقلوب كي طعمها ما عاد تشوف خبينا الدمعة في تبسينا كيف كسرت علينا الظروف يا دنيا يزينا وما يتلام علينا ربي وحده هو الحاكم فيك وفينا ما تنجمش تخرجها براءة مستحيل بنتك ضربة عون يا حاج ما دكتورة لبس الأوبراسيون سي بيان ديرولي عشان مختار على حيطه تخافش لبس جيت نقولك الحمد لله على سلامته ربي فضله يطول في عمره باش نبارك لك زيد العصفورة قالت لي اللي باش يرجعوك للخدمة على قريب أما المرة هذه في الستيب على ذاك نحبك تبدا في فورمة وفايق لها على خاطر حاجتي بيك المدة الجاية باش تاخذ بليل طفل صغير ما لاباس كنا خذ الولد البوليس اللي قتلته وين اخو تحب ناس تترانا عنده اي وقت تزني كنت حاب تو تو شوف معهم كانوا ياسر يعمل معنا في مزايا فهمتش عليه خش بيه عمل الحاج ما مش هنا حشيه ولد الناس بعيش ماما ما تحبكش سامحني كان قلت في كلمه هكا ولا هكا الله غالب لان هم ما عندي كان هو ما تصورش قداش نخاف عليه كلمتين باش نقولهم باش تحفظهم بالهدا وتقولهم في بعثك انت اللي لزيت بنتي باش تشم وانت اللي بعت لها السلعه هذاك باش نعمل حاجه باش نقول لهم اللي انا بيدي خاتين وصبب ماء على يدي واللي نشري ما عنده واحد اخر يعطيك الصحه ما تحبش تعرف شكون وحاج السيد هذا لا الكوكا ما تعنينيش ولدي واي من الورغي يعنيك أيمن وينك؟ اخرج توا توا تخرج من الدار مش يخبي راسك حتى الكلب وكلك اش تعمل تعرفش عليه يا ولد الكلب Thank you.
قد ايش ريك؟ زيتش متجلتين تاو خاطر غدوة كراوح لتونس النجم نوشوش الواحد من الزملاء نقولوا ايمن الورغي متخبي في جبل في الجزائر نزيد نوصيه ما يعطيش مصدر المعلومة هاي مبا كيف باش سلاكها مع باب؟ نقولوا ما في بالي بشيء والحاكم خدم خدمته ولازم شكوا في حاجة معناتها باش تبيعنا؟ لا مانيش باش نبيعكم تعرفش علاش؟ ما على خاطرك جابين لا شجاع خاطر ما عينيش توا هكا عامل بون كيف انت لو شرشي من عند حاكم تونس الكل وبوك في العمر هذا وولده مطيش في جبل في الجزائر كالحلوف وبنته في الحبس لازم نتصور شنو قاعد يحس هو توا على عيشه كما يقول واحد ما يتمنهاش حتى لعدوه بيناتنا نصورش روحي نتمنى حاجة خير من هكا لحالك بكر ماذا بيا كلامك يكون صحيح ونصدق لي الحاج مش علي ما تفرحش برشا زين نقول لك أمينة ما نعني له حد شيء يا حسين مرسي عليك جد مش كلمك على جماعة عم فوزي عمل عملية شكون عم فوزي؟ بو صوفيا ربي ايش فيه هاي يوم بعد نحب نهز مجدي ونمشي نطلع عليه لا شنية لي؟ معناتها فمش مشي علي خاطر يضر يتفهمنا باش هدوسي متاع صوفيا نسكروا عليه اي صوفيا مش بو سهلة الحكاية بوه جدو عائلته العرش متاعهم وكل ما عاشها نسمع به واضح؟ هي ما عم فوزي نستيبة عملي مريت منه العيب مش توا باش نقوم نطفي ذا وقت اللي سمعت به مريض انا هاني قلت لك ما تمشيش وانت تدبر راسك من بعد ما تجيش تلومني وصل لبلاستو وفما حتى مشكلة لا لا تردوا حياتي كاملة قري حساب كل شيء في الاخر الضربة تجيني من أولادي ما بزايد توا هذا الكل وقتكم قولوا غلطت كي شباب الكل كروا عليها ولا تشم أما أخوك يتكتك من تحت راسي عامل سيركوي وكوميرس كوكايين يا رسول الله سفيان ولدي عاش قلت لك مانيش ولدك بسالش اما الوقفه اللي وقفتها معايا عمري ما نساهلك وانت خليت لي شوى اسماعيل فرحني بسي سفيان شنو أحوالك؟ هكترة لطف عليك، شال اللباس عايشك، وانتي؟ لبس عليك؟ سافا بكش مش تسامحو أما سي فوزي، ماذا بيه الموضوع هذا ما عاش نحكيه فيه سمحتو ألف مرة، وكل مرة يعمل عملة ما أكبر سفيان حنين وانتي تعرف هذا مش قلتو ما دوش سر
لابسي. بابا تنرجع لك بعد بابا. ايش بيعمل هك؟ بنتي مش هذا تحب عليه؟ كانك تفرح تو ما عاد فيش يدور بيكم. ما شبي بابا ما عاد يحبني؟ علاش تقول هك؟ ما حبش يكلمني يكرهني. مش صحيح، بابا يحبك يموت عليك. من عملت اللي في راسك ومشيت. ما جبر مش البيت كعيش ولدي. هكرهت قابلته؟ اي قابلته، اما ما دارش فينا جمله. تهنى من باغزا ليله ليله لولدو. هاو به، واش بيك تقول فيها متقلق؟ مش هذا نجريو عليه؟ يبعدنا يقيننا يخرج من حياتنا؟ دخلت عليك الهوني وتقولي تهنى؟ تفضل خويا شنو تحب؟ اصعب بالك شويه. لجيت لحاجتي لمرتك لبوتها. باش نرجع لك 15 مليون بتاعك وفهمهم ب 5 منين. صدقه من عندي. صباح الخير. صباح الخير مدام. ها جبت لك معايا قهوة. عايشك، علاش تعبت روحك؟ لا تعب بلا شيء. قال لي تقابلته البارحة؟ نعم تقابلنا. ايه سافا؟ سافا. شنو ارتحت له؟ عجبك؟ هو محليه اما لا اما لا شيء. بدر خليقة وخلوق، ما عندك ما تقول فيه. مش على خاطر ولد اختي، والله ياك ربي يعلم. حسبتك يا اختي الصغيرة، والله لاني غارة بيك. ايه نعرف، اما حسيته سكوتي كل ما قص، ما فهمتوش ترى كيفاش. ما قلتلكش انا. هذيك تبيعته هكاك حشام، حتى معنا احنا في الدار هكاك. وما عندوش تمشيق لحنيك بالفارغ، راه ما يقول كلمه كان في بلاصتها. خاطر مشي في بالي ما عجبتوش وقعد معايا بسيف. بالعكس هبل عليك. بالحق هو قالك هكا؟ يا بيتي راني نعرف شنعمل. وزيد محليكم ويتين بعضكم على الاخر، ما شاء الله عيني ما تضركم. عايشك. ملا نكلموا في دختي نفرحها، كان هكا نبرمجوا على الخطبه مع داركم. باهي اوكي. اش عملت؟ ثبت ابعث لي ادريسه.